ارتفع عدد قتلى ضحايا الرياح العاتية التي ضربت موسكو وضواحيها أمس الاثنين إلى أكثر من 16 شخصا في ضواحي العاصمة الروسية. وكانت دائرة الأرصاد الجوية في روسيا قد أعلنت في وقت سابق أن 12 شخصا لقوا حتفهم من جراء سقوط الأشجار وأجزاء من سقوف المباني في مناطق موسكو وضواحيها. وبلغت سرعة رياح العاصفة التي لم تشهد موسكو لها مثيلة منذ 30 عاما أكثر من 22 مترا في الثانية، وسط تقديرات بأن ربع كمية الأمطار التي تسقط خلال شهر سقطت في خلال هذه العاصفة التي استمرت نحو 6 ساعات. ويعد الإعصار الحالي واحدا من أقوى الأعاصير التي تشهدها العاصمة الروسية، حيث اجتاحت الرياح مقتلعة أعمدة التلغراف والهاتف والأشجار من جذورها ودمرت قريتين تقريبا بالكامل. يذكر أن عاصفة مشابهة ولكنها أقل قوة ودمارا ضربت موسكو وضواحيها في حزيران من عام 98، أدت إلى اقتلاع آلاف من الأشجار وتضرر أكثر من 2000 منزل وسيارة.